أهلا وسهلا فيكم ببرنامج فني على عمون، معكم عمر حديدي. طرح الشامي أغنية جديدة تحت عنوان خديني، بس هاي الأغنية الجديدة ما سلمت من الانتقادات. طلع الفنان عبد الكريم حمدان ونشر بوست عبر السوشيال ميديا ببين الأرقام اللي حققها الشامي مش حقيقية. بهذا البوست ببين إنه مشاهدات الشامي 5000 مشاهدة بالمقابل 12000 كومنت. وحكى عبد الكريم حمدان إنه في استخفاف بعقول المشاهدين عشان يصير الأغنية ترند والمشاهدات مزيفة. لا يطلع الشامي عبر السوشيال ميديا ويرد إنه هو ممنون على المشاهدات المهولة وممنون على حب الجمهور إله من الغرب إلى الشرق أو من الشرق للغرب. تعليقي على هذا الموضوع طبعاً إنه مش كل المشاهدات حقيقية عند الفنانين، وإنه في بعض الفنانين بيشتروا مشاهدات وفي بعض الفنانين بيعملوا نجاح زائف عشان يصيروا ترند والناس تحكي عنهم، فما تصدقوا كل شيء، وبيكفي لبعض الفنانين استخفاف بعقول المشاهدين. شروط حفل شيرين في دبي. الشرط الأول من حفل شيرين في دبي إنه ما يقل عمر اللي بده يحضر الحفل عن عامين. تاني شرط إنه اللي بيفوت الحفلة ممنوع يطلع منها، وإذا طلع ممنوع يرجع يفوت. والشرط الثالث ممنوع استبدال التذاكر المفقودة أو شراء تذاكر كمان مرة بعد ما يفوت الحفل. هاي شروط عاملين لك اياها يا شيرين عشان تفوتي مرتاحة وتغني وانت مرتاحة وامورك تكون تمام 100%. فما تعيدي غلطة حفلة الكويت ما تكوني متدربة وتطلع تغني بنشاز على المسرح وما تكوني متدربة كمان مرة، هي تعيدها عشان هيك نشدد على هذا الموضوع. وكمان تغني بطريقة رائعة عشان ما يطالب الجمهور انك تعتزلي زي ما طالب بحفل الكويت. في قصة صار بين نانسي عجرم وفريد الأطرش. نانسي عجرم طلعت بإعلان آيس كريم، غنت أغنية أنا وإنت وبس لفريد الأطرش، ليطلع الوريث الوحيد لفريد الأطرش اللي هو فيصل الأطرش ويرفع قضية على نانسي عجرم، والسبب إنها ما أخذت تنازلات عن الأغنية ولا رجعت لإلهم للورثة، يعني تأخذ تنازلات للأغنية، فرفعوا قضية عليها مباشرة. وزي ما انتم شايفين هذا البيان الرسمي اللي أعلنوا فيه القضية على نانسي عجرم. هلا المقربين من نانسي عجرم حكوا انه مع نانسي عجرم في تنازلات عن الأغنية وامتلاكها حقوق للأغنية لاستعمالها ل 14 شهر للإعلان للمنتج الآيس كريم بالدول العربية وبمصر. وفي تصريح تلفزيوني للمحامي الخاص لعائلة فريد الأطرش حكى إنه هو مش مشكلتهم مع نانسي عجرم، هم مشكلتهم مع الشركة المنتجة للآيس كريم واللي طلعت الإعلان هذا على التلفزيون. وحكى هذا تشويه للأغنية وتشويه لفريد الأطرش ومش تكريم لإله ولمسيرته، وطالب بتعويض قيمته 150 مليون جنيه مصري، يعني انتم بتحكوا عن 200 ألف دولار تقريبا. تعليقي على هذا الموضوع، لو نانسي عجرم فعلا معها تنازل وفعلا معها حقوق للأغنية واستخدامها لازم تعرضهم على القضاء عشان تنحل المشكلة. تاني اشي، الشركة استغلت الأغنية الشهيرة عشان تروج للآيس كريم بشكل سلبي جدا وشوهت الأغنية وما كان فيه تكريم بفريد الأطرش ولا 1%. هبة نور انتشر لها فيديو عبر السوشيال ميديا فيها حركات خادشة للحياة مع إحدى الرجال بالسيارة، وتم تصوير هذا الفيديو. هلا طلع الوكيل الرسمي يعني المحامي الخاص بهبة نور عبر الإعلام وبكل مكان وحكى إنه هذا الفيديو مفبرك ومن الذكاء الاصطناعي وراح يقاضي الفاعلين واللي عملوا هذا الفيديو. طبعا رد على هذا الموضوع هبة نور، فنانة جميلة جدا وعندها جمال يعني رائع، مستحيل كمان فنانة انها تعمل فيديو خادش للحياة بهاي الطريقة او بالشارع يعني زي ما هو عاملينه للفيديو، يعني مش مضطرة انها تعمل حركات خادشة للحياة بالشارع. يعني لما نفكر بالمنطق شوي، شوفوا لي هذا الفيديو لروان بن حسين مع ابو هشيمة. يا ترى فكركم حتكون روان بن حسين الزوجة الثالثة لأبو هشيمة بعد هيفا وهبي وياسمين صبري؟ يمكن، الأيام بتفرجينا. يعني ثلاث زوجات من أجمل فنانات الوطن العربي، يعني هيك أبو هشيمة بيكون ختمها. خلينا نشوف هذا الفيديو لسعد المجرد.
سعد لمجرد عم بيعمل حركات غريبة جدا، عم بوصل لنهاية مسيرته الفنية بهاي الحركات. اعتراضات من جمهور لإحياء للحفلات، على حركات غريبة بالمسارح، عم بوصل لنهاية مسيرته الفنية. لو أفرجيكم الفيديوهات اللي عم تشتري له على السوشيال ميديا، فعلا في فيديوهات خادشة للنظر. خلينا نحضر هذا الفيديو لعمرو دياب وخلينا نحكي عن الموضوع. يعني هيك بتعامل مهندس الصوت قدام الجمهور والكاميرات، فما بالكم كيف بيعاملهم بدون كاميرات بعيدا عن الجمهور؟ لك تهدي تروق وتهدي أعصابك يا هضبة. خلينا نشوف هذا الفيديو لنجوى كرم وأصالة نصري. مرحبا. مرحبتين. نحن عم نحضر لكم شيء إن شاء الله هلأ بألمانيا هيكون غير عادي. رجعنا من أول بروفا أنا ونجوتي، وقاعدين عم نخطط لشي لسهرة يكون ما صار مثله. إن شاء الله قريبا رح نلتقى بسهرة يعني ما ننساها نحن أولا، وأنتو كمان ما بتنسوها. طبعا تنتين طالعين بفيديو عم بيعلنوا حفل لإلهم وبيحكوا إنهم عم يحضروا مفاجآت ومفاجآت كبيرة للجمهور. هلا هذا مش موضوعنا، كل موضوعنا بهذا الفيديو إنه أصالة نصر عمرها 55 ونجوى كرم عمرها 58. تخيلوا بينيهم بالثلاثينات. صراحة يعني إحنا عندنا الواحدة بتكون عمرها 30 وحبوب وبتموت كمان شوي. أصدرت نوال الزغبي أغنية جديدة تحت عنوان باريس. الأغنية حلوة، الإخراج والكليب حلو كتير، اللوكات اللي طالعة فيها نوال كمان حلوة، والإخراج مبهر زي ما حكيت لكم. حبيت الأغنية، سريعة، إيقاع سريع، والكلمات كاتشي بتلقطها بسرعة وبتحفظها، وحبيت الأغنية. محمد عطية اللي فاز بلقب ستار أكاديمي بالجزء الأول يعني قبل 20 سنة، طلع بلقاء صحفي وسأله المذيع: أنت بتستحق اللقب أو في أصوات أجمل منك كانوا يستحقوا اللقب؟ حكى نعم، في أصوات بتستحق اللقب أكثر مني زي أحمد الشريف أو بشار، بس هذا البرنامج ما بيعتمد على الصوت، بيعتمد على أشياء تانية. لو كنا The Voice كان هو ما فاز اللقب. أوكي، هذا اندلع إشي دلع على إنه محمد عطية بيعرف قدراته الصوتية وإمكانياته. حبيت الجواب صراحة، حبيت إنه يعني عارف إمكانياته وقدراته الصوتية. وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا.